بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السيدات والسادة المشاهدين الكرام، نيابة عن سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أرحب بكم مشاهدين الكرام في هذه المحاضرة رقم 757 من سلسلة محاضرات المركز، والتي نعقدها عن بعد وعلى شكل حوار تحت عنوان الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها في منطقة الشرق الأوسط، حيث نستضيف فيها الكاتب والأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية من المملكة العربية السعودية الدكتور أحمد محمد الفراج. دكتور، يا مرحبا فيك معنا. حياك الله، يا أهلا ومرحبا، تحياتي وتقديري. يا مرحبتين دكتور. دكتور، بداية طبعا في ظل قرب الانتخابات الأمريكية المقبلة والحديث حول المرشح المحتمل فوزه بالرئاسة الأمريكية وأثر نتائج هذه الانتخابات في كثير من ملفات منطقة الشرق الأوسط، يا ريت لو تحدثنا دكتور من وجهة نظرك حول السياسة الأمريكية بشكل عام، هل هي سياسة تعمل وفق استراتيجية واضحة أم أنها سياسة تتغير وفق توجهات الرئيس الذي يتم انتخابه والحزب الذي يمثله؟ طبعا بكل تأكيد هذا من أهم الأسئلة التي يسألها يعني أي مهتم بالشأن الأمريكي. أمريكا كما تعلم دولة مؤسسات عريقة، وبالتالي فإن السياسات الأمريكية ترسم لعقود مقبلة، يعني ما نراه الآن قد يكون مرسوم ليس فقط منذ عام 2000 بل قد يكون مثلا من التسعينات أو الثمانينات القرن الماضي. الذي يحدث، وهذا هو الذي ربما يسبب بعض الإشكالات لدى المتابعين، أنه لماذا الرئيس، وغالبا يطرح مثال الفارق المهول في السياسات تجاه الشرق الأوسط بين الرئيس ترامب والرئيس السابق باراك أوباما. الذي يحصل هو في المجمل أن السياسة الأمريكية سياسة مؤسسات، لا يستطيع الرئيس، كما تعلم أمريكا يحكمها الرئيس والكونغرس والمحكمة العليا، وهناك أيضا المؤسسات الصلبة اللي هي المؤسسات الأمنية، وزارة الدفاع، الأمن القومي، وزارة الخارجية، وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها. فالذي يحدث أنه يكون هناك أحيانا رئيس قوي، الرئيس القوي لا يستطيع أن يحيد عن السياسات المرسومة سلفا، لكنه يستطيع أن يحول هذه السياسة أو تلك بشكل أو بآخر بما لا يتعارض مع السياق العام للسياسة. وأنا هنا سأضرب مثال يعني بسيط جدا، ومعظم ربما المتابعين يعلمون عنه، اللي هو علاقة أمريكا مع إيران. يعتقد البعض أن الرئيس أوباما تحالف مع إيران وأن الرئيس ترامب انقلب على هذا التحالف، ما يجعل البعض يعتقد أن هناك أن كل رئيس أمريكي يستطيع أن يتخذ السياسة التي يراها، هذا غير صحيح إطلاقا. الذي يحصل الحاصل هو أن السياسة الأمريكية العامة تجاه إيران هي أن إيران بلد عدو. الذي حدث أن الرؤساء الذين قبل باراك أوباما كانوا يستخدمون السياسات الخشنة مع إيران، عقوبات وخلافها. باراك أوباما اعتقد أنه يستطيع أن يحتوي إيران بالسياسة الناعمة دون أن يدرك أن ملالي طهران استغلوه ضد أمريكا وضد المصالح الأمريكية. يعني فسياسة أمريكا تجاه إيران ثابتة، لكن باراك أوباما استخدم سياسة ناعمة عن طريق السلام وتوقيع الاتفاق النووي. الرئيس دونالد ترامب يستخدم السياسة الخشنة التي هي العقوبات، وكما نرى في القضاء على قاسم سليماني وخلافه من القرارات الصارمة ضد ملالي طهران. فالمتابع يعتقد، ربما بعض المتابعين، أن أوباما كان له سياسة وترامب كان له سياسة، أبدا، هي سياسة واحدة أن إيران بلد عدو. هذا يرى أوباما، رأى أنه يستطيع بالسياسة الناعمة احتواء إيران، وقد ارتكب خطأ جسيما. إذا كان بالإمكان أتحدث هنا عن لماذا فعل أوباما ذلك، طبعا جزء من سياسة الرئيس أوباما تجاه إيران الناعمة
هو موقفه النفسي من العرب. وأنا هذا هنا سأنقل من المستشار الخاص للرئيس أوباما بن رادس في كتابه العالم كما هو وليس من عندي. بن رادس يقول إن باراك أوباما يكره العرب كرها شديدا وأنه يحب إيران ويعشق كذا بالحرف الثقافة الإيرانية. من هذا هذا ساعد أوباما أن يتخذ سياسة ناعمة، لكن المشكلة أن هذه السياسة الناعمة جاءت بكوارث لا حصر لها على الولايات المتحدة. ما الذي حدث؟ الذي حدث هو أنه عندما هدد باراك أوباما بضرب بشار الأسد، الجميع يذكر ذلك، الخطوط الحمر، يقول المستشار بن رودس، مستشار أوباما الخاص، إن أوباما عندما فعل ذلك لم يكن ذلك موقفا إنسانيا لمساعدة الشعب السوري، وإنما أراد أوباما، هدد بشار الأسد، أراد هذا التهديد أن يكون ورقة ضغط ضد ملالي طهران. الذي حدث أن ملالي طهران هددوا بالانسحاب من الاتفاق النووي، فتراجع أوباما، لعلكم تذكرون أن أوباما تراجع عن ضرب بشار. رفع أوباما العقوبات وأعطى إيران 400 مليار دولار، استخدمت إيران 100 مليار دولار من الأموال التي أعطاها باراك أوباما للتوسع، بعلم أوباما طبعا وإدارته، للتوسع في سوريا والعراق واليمن ولبنان وأفريقيا والمغرب العربي. أيضا ابتزت إيران باراك أوباما بسبب الاتفاق النووي، هذا كان أثناء المفاوضات، لدرجة أنها هددته أنها ستنسحب من الاتفاق النووي إن تعين إياد علاوي رئيسا لوزراء العراق. وتعلم أن إياد علاوي قريبا من دول الخليج، المملكة والأمارات وبقية دول الخليج. وخضع أوباما لابتزاز ملالي طهران وساهم بإبعاد إياد علاوي وتعيين نوري المالكي. ماذا فعل نوري المالكي تحت سمع ونظر أوباما؟ غض الطرف عن داعش وانسحب الجيش العراقي من الموصل، واستخدمت أو سرقت داعش كل الأموال الموجودة في البنك المركزي بالموصل. ولماذا حدث كل ذلك؟ أوباما حسب المستشار مرة أخرى بن رودس يعلم أن إيران هي التي كانت تحرك داعش، وبالتالي غض الطرف عن مساعدة نوري المالكي وملالي طهران أو صنع داعش، لأن كما تعلم داعش ساعدت الاستراتيجية الإيرانية في العراق في وقت من الأوقات أمريكا يعني ذاتها تحالفت مع أو كانت مع إيران في خندق واحد ضد داعش. وبالتالي نعود لصلب السؤال، أنه الجواب هو للمرة الثالثة ربما أعيدها، أن السياسة واحدة لكن أوباما انجرف كثيرا مع السياسات الناعمة لدرجة أضرت بأمريكا وبحلفائها في العالم العربي بالخليج تحديدا، وهذا ما جعل الرئيس دونالد ترامب ينسحب من الاتفاق النووي. إذن دكتور مثل ما ذكرت السياسة واحدة، ولكن أوباما هو من جرف عن هذه السياسة العامة للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة لا سيما في اتجاه إيران. نعم، بالحديث عن إيران خلينا ندخل موضوع الاتفاق النووي مع إيران. في وجهة نظرك دكتور، إذن ما تأثير الانتخابات المقبلة أو نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة في خطة العمل المشتركة أو ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني؟ طبعا هذه الانتخابات الكل يترقبها. هناك من يعتقد جازما بأنه في حال فاز المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن بأنه سينقلب جذريا، وأنه سيتحالف مرة أخرى، نعود إلى ظن التحالف. الذي سيحدث أن بايدن في حال لو فاز، طبعا لو فاز ترامب ستستمر السياسة لن تتغير، في حال فاز بايدن فإنه من المرجح أن يعود إلى سياسة باراك أوباما الناعمة، مع الحرص على تفادي الأخطاء التي ارتكبها باراك أوباما
وتحدثت عنها في إجابتي على السؤال الأول. لكن من المتوقع أن تعود السياسة الناعمة، أن يعود باراك أوباما، أن يعود جان كيري، أن تعود هيلاري كلينتون، كل هؤلاء المؤسسة الديمقراطية العميقة ستعود مع بايدن. وكما تعلم أن بايدن عمره 78 سنة وليس في تلك الحالة الذهنية المنشودة كما نرى من خلال التصريحات التي يدلي بها وهي قليلة جدا، فسوف تعود السياسة الناعمة تجاه إيران مع محاولة ربما عقد اتفاق نووي جديد بشروط جديدة، ولكن لن تكون كما يريد ترامب. أما إن فاز ترامب، طالما أننا نتحدث على الانتخابات، إن فاز ترامب فإن المتوقع إيران الآن في مرحلة انكفاء، في مرحلة ما يشبه الاستسلام، انتظارا لما ستسفر على الانتخابات، وليس هذا جديدا بالمناسبة. إيران منذ أن فاز ترامب أخبرهم وزير الخارجية الأمريكي السابق جان كيري، اجتمع مع الإيرانيين في أوروبا وقال لهم لا تستعجلوا، لا تتنازلوا، انتظروا هذه الفترة الرئاسية حتى يذهب ترامب وسيأتي رئيس ديمقراطي ويعود الأمور إلى نصابها، وتحدث ترامب وإدارته والإعلام الأمريكي عن ذلك. إذن إيران منذ 3 سنوات ونصف وهي في حالة انتظار، لا تريد أن تصعد حتى لا يغضب ترامب، ولا تريد أن تستسلم على أمل أن يفوز رئيس ديمقراطي الآن اللي هو بايدن. إن فاز ترامب لن يكون أمام إيران من مفر إلا أن تجلس على طاولة المفاوضات مع إدارة الرئيس ترامب وتوقع اتفاقا نوويا جديدا لصالح أمريكا هذه المرة، وأيضا لصالح الحلفاء. لا ننسى أن باراك أوباما تجاهل حلفاء أمريكا في الخليج عندما عقد الاتفاق النووي مع إيران. هذه المرة أتوقع إن فاز ترامب أنه سيكون هناك مفاوضات مع إيران بإشراك الحلفاء في الخليج، وسيكون اتفاق النووي شاملا للصواريخ البالستية، هذا أهم شيء، وسيشمل توسع إيران، ربما يشمل الطلب منها بالانسحاب من العراق وسوريا ولبنان واليمن على الأقل جزئيا، ولن يكون ذلك محددا بوقت مثل اتفاق أوباما الذي كان محددا ب15 سنة، ربما يكون اتفاق ترامب طويل المدى. لكن إيران لن يكون أمامها إلا أن تستسلم، لأنني أتوقع أنه في حال استمرت إيران على المناكفة لن يتحمل الاقتصاد الإيراني 4 سنوات أخرى من العقوبات ومن الحصار الذي تفرضه أمريكا على إيران، فسيكون ملال طهران مجبرين على الجلوس على طاولة المفاوضات مع ترامب، لكنهم يأملون أن يفوز بايدن والحزب الديمقراطي والرؤوس التي كما ذكرت آنفا لها علاقة نفسية. جان كيري وزير خارجية أوباما في فترة الثانية يسمى في بعض الأوساط الأمريكية سفير إيران، يعني الرجل له علاقات وطيدة مع ملالي طهران، وأيضا كما ذكرت وكما نقلا عن مستشار أوباما بن رادس أن أوباما يحب إيران وثقافتها وحضارتها، فالأمر له جانب نفسي وله جانب سياسي واستراتيجي. فإن فاز بايدن طبعا سيحتفل الإيرانيون أكثر من أي أحد آخر، لكن لن يكون ذلك فيما أظن على حساب دول الخليج، وأعتقد أن هذه نقطة ثانية تستحق أن نفرد لها يعني جزئية خاصة. طبعا دكتور ما ننسى تصريح أو خطاب ترامب أو تصريحه في أحد خطاباته بأن في حال فوزه مرة أخرى راح يوقع اتفاق نووي مع إيران خلال شهر. هذا الأمر يقودنا للسؤال الآخر، ما أنك ذكرت أن هناك استطلاعة رأي
ترجح فوز جو بايدن خلال الفترة الأخيرة، واللي بعد البعض منها ذكر بأن احتمالية فوز أو نسبة الناخبين الذي قد يصوتون لجو بايدن تصل إلى 50، ما بين 50 إلى 52%، في المقابل ترامب حوالي 40% إلى 43% إن صحت المعلومة. طبعا في ظل تفوق بايدن في هذه الاستطلاعات دكتور، وخاصة أن العالم في موضع ترقب نتائج هذه الانتخابات بما فيها دول المنطقة، في رأيك دكتور كيف سيؤثر السباق الانتخابي الراهن في سلوك الأطراف الإقليمية المنخرطة في تفاعلات صراعية في الشرق الأوسط؟ طبعا دكتور أنت ذكرت إيران في مرحلة انكفاء، ماذا عن الأطراف الأخرى؟ الأطراف الأخرى، وهذا أمر يعني أمر جيد، الأطراف الأخرى إن كنا نتحدث عن دول الخليج تحديدا، يعني أقول تركيا الأمارات أيضاً. نعم أيضا على جانب آخر تركيا. نعم الذي يحدث حاليا بالعودة إلى استطلاعات الرأي، استطلاعات الرأي للأسف الشديد حتى الآن الأمر غير محسوم وغير واضح على الإطلاق. شخصيا أعتقد أن فرص الرئيس ترامب إن لم تكن يعني لن أقول فقط متكافئة مع بايدن إنما هي ربما راجحة. أمريكا تمر في حالة انقسام حاد، هناك من سيصوت مع ترامب أيا كان الأمر، وهناك من سيصوت مع بايدن أو غير بايدن المرشح الديمقراطي. هذه الانتخابات تتميز بأن هناك مجاميع من الشعب الأمريكي أو شرائح ستصوت لبايدن، صوتها بالأصح ليس مع بايدن، هي ستصوت ضد ترامب. فإذا عندنا شريحة ستصوت مع ترامب، شريحة ستصوت مع بايدن، وشريحة ستصوت ضد ترامب وبالتالي ستكون مع المرشح الديمقراطي بايدن. في ظل هذا الانقسام الذي سيحسم الموقف في الانتخابات هم الناخبون المحايدون، هي الولايات المتأرجحة. كانت الولايات المتأرجحة أوهايو وفلوريدا فيما مضى، وإلى حد ما فيرجينيا نيفادا. منذ عام 2016 دخلت ثلاث ولايات مهمة للغاية، والآن كلا المرشحان يركزان عليها. هذه الولايات هي ميشيغان وبنسلفانيا وويسكانسن. هذه الولايات الثلاث هي التي منحت الفوز لترامب في 2016. إذن في ظل وجود استطلاعات رأي غير دقيقة غير موثوق بها بناء على 2016، استطلاعات الرأي لم تكن دقيقة وكانت تتوقع أن ينهزم ترامب مرة أخرى. إذا في ظل وجود الانقسام الحاد واستطلاعات رأي غير دقيقة ما تزال الحظوظ متساوية، والذي سيحسم الأمر نحن الآن في وقت حاسم جدا، بقي أقل من شهرين، هي الولايات المتأرجحة ميشيغان، بنسلفانيا، ويسكانسن، أوهايو، فلوريدا، نيفادا، فرجينيا. وإن كنت سأركز كثيرا على بنسلفانيا وميشيغان لأن هاتين الولايتين فيها الكثير من المحايدين، فيها التنوعات العرقية، فيها التنوعات الدينية، وكل مرشح يزعم أنه يعني أن لديه الغلبة. إذا جميع الأطراف أعتقد سواء كانت تركيا، أو تركيا ليس عندها مشكلة لأن علاقة ترامب مع أردوغان مع النظام السياسي في تركيا جيد جدا، ودول الخليج ليس لديها مشكلة مع ترامب. والذي قد يكون متحفز لفوز بايدن هم الإيرانيين فقط. لماذا؟ لأن بايدن أطلق تصريحات قبل أسابيع ضد تركيا، قال إن يعني تحدث عن أنه إذا فاز بالرئاسة سيدعم الأكراد وسيدعم المعارضة التركية، وقال كلاما أغضب الرئيس أردوغان. بالتالي لا أعتقد علاقة أردوغان مع ترامب جيدة، وبالتالي أعتقد هي إيران التي في مرحلة انتظار الآن وتتمنى رحيل ترامب، لأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي عانت من العقوبات الاقتصادية ومقتل سليماني إلى آخره. شكرا دكتور. دكتور ماذا عن فرضا في حال وصول الديمقراطيين للبيت الأبيض، فهل هذا الأمر سيؤثر على العلاقات الخليجية الأمريكية الحالية
وهل سيؤثر أيضا على التفاعلات الخليجية الخليجية في حال فوز جو بايدن؟ لا أعتقد. دعني أقول أمرا. في حال فاز جوزيف بايدن نحن سنعود هنا للمربع الأول. المربع الأول عندما قلنا أن السياسات الأمريكية سياسات مؤسساتية لا يعني لا علاقة لها يعني كثيرا بالرئيس. العلاقات المؤسسية الأمريكية قوية وصلبة مع دول الخليج، وبالتالي في حال فاز بايدن نعم قد يسلك سياسة ناعمة مع إيران، لكن على أسوأ الاحتمالات سيصبح مثل باراك أوباما. دعني أذكر المتابعين الكرام أن باراك أوباما وفي ظل انجرافه مع إيران وفي ظل وقوفه الحاد يعني لن أقول يعني في ظل شبه انهيار بالعلاقات مع المملكة تحديدا، ولعلك تذكر عندما زار المملكة العربية السعودية وطريقة استقباله إلى آخره، حتى في تلك المرحلة كان باراك أوباما يصرح وهذه للتاريخ أن المملكة العربية السعودية والخليج حلفاء تاريخيون لأمريكا ولن ينالهم أي ضرر من خلال الاتفاق النووي مع إيران. كان أوباما يحاول دوما أن يقول إنني فقط أقول لكم، وهذه كانت يعني عقيدة أوباما، إنني أرى أنكم جيران في الخليج، أنكم جيران في الشرق الأوسط اللي هي إيران والخليج، وأنا أعتقد أنه من صالح الجميع أن يكون هناك علاقات جيدة بين أمريكا وإيران وعلاقات جيدة بين إيران والخليج، لأن هذا من صالح الجميع. فلا أنتم قادرون على أن تزيلوا إيران ولا هي قادرة على أن تزيل دول الخليج، هذه فلسفة طبعا الرئيس باراك أوباما. فطالما أن أوباما على الرغم من السوء الذي شهدته علاقات أمريكا بدول الخليج في عهده تحديدا المملكة، إلا أنه كان يؤكد على متانة العلاقات مع دول الخليج، هذا يقودنا إلى الإجابة بأن جوزيف بايدن لن يحيد عن هذه السياسة. سياسة طالما هناك مصالح اقتصادية وغيرها لأمريكا في الخليج، أمريكا لها مصالح اقتصادية كما تعلم الشركات الاقتصادية والنفط وخلافه، المملكة العربية السعودية كما تعلم فيها الحرمين الشريفين، وأمريكا دوما ما تحتاج المملكة لحلحلة الكثير من قضايا العالم الإسلامي. فطالما هناك مصالح مشتركة نعم قد لا يكون بايدن حادا مع إيران أو متقاربا مع الخليج كما كان ترامب، لكنه سيظل محتفظا بالعلاقات التاريخية بين أمريكا وبين دول الخليج. وإن كان هذا سيقودنا إلى شيء، وأعتقد أن هذه النقطة مهمة، البعض يسأل عن مثلا الاتفاق، هناك اتفاق سلام عقده الرئيس ترامب كما تعلم مع الأمارات، وهو اتفاق طبعا تاريخي. من المفارقات نعود إلى سؤالك عن ماذا سيحدث وما سيتغير، هل سيتغير شيء؟ أقول هنا إن دعم جوزيف بايدن كسياسي في مجلس الشيوخ وكنائب لأوباما لمدة أكثر من 42 سنة، هذا التاريخ الطويل لجوزيف بايدن، بايدن صديق قوي جدا لإسرائيل، ويصح أن أقول أنه أقرب لإسرائيل من ترامب. إذا كان هناك من يقول أن الرئيس ترامب انحاز جدا جدا مع إسرائيل، جوزيف بايدن أكثر انحيازا من دونالد ترامب. ولعلي أذكر هنا أن جوزيف بايدن وعلى الرغم من كل الخلافات وكل الهجوم الشرس الذي يطلقه عليه ترامب، كان أول من هنأ ترامب وبارك خطوة اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل. وبالتالي فإنه فيما يتعلق باتفاقيات السلام لا ندري ماذا سيحدث، نعلم أن الإمارات اتخذت هذه الخطوة التاريخية والمستقبل لا أحد يستطيع قراءته بدقة، ولكن أعتقد أنه فيما يتعلق بالسلام مع إسرائيل سواء فاز ترامب أو فاز
المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن ستستمر هذه المسيرة، مسيرة السلام، التي أظن أنا شخصيا أنها هي بعد 72 سنة من كل شيء جربه العرب وجربه الفلسطينيون، آن لنا أن نجرب السلام إذا كان سيصب في مصلحتنا مثل الأمارات، إذا كان السلام وأنا متأكد من ذلك يصب في مصلحتها ويعزز أمنها القومي، ومثلها أي دولة تريد أن تعقد اتفاق سلام مع إسرائيل من هذه المنطلقات لما لا؟ نحن جربنا كل شيء. الأخوة الفلسطينيين للأسف، القيادات الفلسطينية الآن تخرج وتهاجم، وكما تعلم يعني يعني التصريحات التي قيلت من تركيا ومن قطر، وهي دول تطبع أصلا مع 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 إسرائيل. هذا الأمر سيقودنا إلى 70 سنة أخرى من الشتات وعدم حل القضية. لا نريد لأبنائنا وأحفادنا في الخليج أن يعيشوا 70 سنة أخرى على حساب التنمية وعلى حساب الأمن في ظل وجود قيادة فلسطينية للأسف ليست براغماتية كما ينبغي، وليست راغبة في إحلال السلام. منذ أوسلو، منذ التسعينات، لم تخرج بأي نتيجة. للأسف الشديد أنا أرى أنه حان الوقت لتغيير القيادات الفلسطينية. لكن نعود لصلب الموضوع، سواء فاز ترامب أو بايدن فإن هذا المسار سيستمر بل سيتعزز، مسار السلام مع إسرائيل. طبعا نظرا لضيق الوقت دكتور، كلمة أخيرة قبل ما نختم. أنا أود أن أختم بنقطة ربما تكون مهمة عن دعم، وهي نقطة في غاية الأهمية. إذا جاء بايدن هل سيدعم تنظيم الإخوان المسلمين وسنشهد ربيع عربي آخر؟ الرهان على جماعات الإسلام السياسي. أي نعم. نعم، أنا أعتقد أن أوباما راهن، نظرا لضيق الوقت كما ذكرت لن أتوسع، أوباما راهن بناء على نظريات، النظرية التي قدمها له الكاتب الشهير فريد زكريا، وهي التقارب، أن تنظيم الإخوان هو أفضل من يحكم العالم العربي لمكافحة، هذه أفضل وسيلة لمكافحة الإرهاب. لكن لو فاز بايدن شخصيا، تنظيم الإخوان المسلمين لنكن واضحين لم يفعل الرئيس ترامب شيئا في أمريكا. أنا أتكلم منذ أن فاز ترامب، طالبنا، أنا أتكلم عن نفسي ككاتب وكمثقف، طالبنا كثيرا بأن يفعل شيئا، وتوقعنا أن يتم تجريم تنظيم الإخوان المسلمين الذي هو مجرم كما تعلم في الأمارات والمملكة. للأسف الشديد أن ترامب يعلم أن قطر تدعم التنظيم الدولي للإخوان، وطبعا تركيا تدعم التنظيم الدولي للإخوان. ترامب لم يضغط على تركيا كما نعلم، على الأقل ظاهرا بهذا الخصوص، لم يضغط على قطر وقناة الجزيرة التي تروج لتنظيم الإخوان المسلمين، ولم يتم تصنيف التنظيم الدولي. فأنا أتصور طالما أن تنظيم الإخوان المسلمين لم يمسه سوء عدا تصريحات بسيطة هنا وهناك، لم يصنف تصنيف إرهابي في أمريكا، الأمر، وسبق أن كتبت ذلك، هو أن الرئيس ترامب عندما يفوز بفترة ثانية، هذا هو الأمل، أن يتم تصنيف التنظيم الدولي للإخوان كتنظيم إرهابي. لكن لو فاز بايدن لا أعتقد أنه سيصنف إرهابي، لكن لا أظنه سيتبع مغامرة الرئيس باراك أوباما وينجرف مع التنظيم الدولي، خصوصا بعد أن ثبت أن التنظيم له علاقة بالقاعدة وبداعش وبالتنظيمات التطرف والإرهاب. وسأختم الآن الختام النهائي، وأعتذر، أنه أعتقد الجميع يريد أن يعرف ماذا سيحدث في 3 نوفمبر. أكيد. نحن أمام مرشح جمهوري ومرشح ديمقراطي. يؤسفني أنني لا أستطيع على غير العادة أن أتنبأ، جرت العادة أن أتنبأ. لن أتنبأ هذه المرة، يعني لا يزال الوقت مبكرا جدا للتنبؤ. الأمر غامض، أمريكا في حالة انقسام حاد، وتحدثت عن الولايات المتأرجحة، أي حدث مستقبلي قد يقلب الموازين. لو مثلا قام عمل إرهابي ضد أمريكا وواجهه ترامب بحزم سيقلب الموازين، لو تم اكتشاف لقاح لكورونا أعتقد هذا سيكون قنبلة نووية انتخابية لترامب، وإن لم يحدث لا هذا ولا ذاك فإن الكفة يعني متساوية. وإن كنت أظن
أن المحايدون الذين سيصنعون الفارق إذا جاء يوم الانتخاب ربما يحسمون أمرهم لصالح الرئيس ترامب. هذا ما أستطيع أقوله. شكرا دكتور أحمد الفراج على هذه المحاضرة أو الحوار إن صح التعبير الشيق والمثري حقيقة حول الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها على منطقة الشرق الأوسط. وفي النهاية أكرر باسم سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الشكر والتقدير لك الدكتور أحمد محمد الفراج الكاتب والأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية من المملكة العربية السعودية. ولكم أيها المشاهدون الكرام وإلى اللقاء في فعالية علمية مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.